السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أخواتي إخواني، كيفكم؟ إن شاء الله تكونوا بخير وصحة وسلام إن شاء الله دائما وأبدا. حبايبي ما راح طول عليكم، موضوعنا اليوم بيحكي عن النظام الجديد يلي استلم بعد حزب ميركل. راح نحكي عن القرارات اللي حيتخذوها بسنة 2022 إن شاء الله. طبعا هي القرارات راح أحكي عليها هلأ، في منها لسه بعد قيد الدراسة وفي منها راح تتنفذ إن شاء الله. طبعا هاي الاخبار ما لي جايبه انا، يعني من عندي هاي الاخبار جايبينها من التلفزيون، شو عم يحكوا شو عم يقولوا هن، فعم نحكي الشغلات اللي هن حكوا عنها واقترحوها. تمام، فرح نحكي عن المواضيع هاي ان شاء الله، رح اقول لكم شو هي النقاط يلي بدهم يتفقوا عليها، بالاضافه في شغلات كتير حلوه حتكون بالنسبه لمستقبل المانيا وكمستقبل لاجئين ان شاء الله. من فضلكم اللي عم يشوف عندي بالقناة جديد لسه، اشتركوا بالقناة وعملوا لنا لايك وشاركوا الفيديو لحتى يوصل أكبر عدد من المشاهدات من الناس تستفاد من المعلومات اللي حاحكيها إن شاء الله. هلا يلا خلينا نبلش. هلا اول نقطه بدهم يعدلوها بسنه 2022 اللي هو حق الانتخاب. هلا حق الانتخاب كان من زمان على زمان ميركل، الشخص بالمانيا المواطن الالماني بيحسن ينتخب وقت ما يكون عمره 18 سنه، بس يكون عمره 18 سنه بامكانه انه ينتخب مين ما بده. هلا لا، اقترحوا قرار انه لما بدهم يعدلوا عواد ما يصير حقوق الانتخابات بعمر 18 بدهم يسووها بعمر 16 سنة. يعني هلأ كل مواطن ألماني أو كل من عنده جنسية ألمانية بحق له ينتخب بالبرلمان وتكون عمره 16 سنة. هذا القرار هلأ اقترحوه وبده يندرس، وهي القرارات اللي أحكيها هلأ رح ينبت بأمرها بسنة 2022 ويقولوا شو قرروا وشو ما قرروا. تمام، هي واحد. عنا القرار الثاني، موضوع السكن بألمانيا. موضوع السكن بألمانيا، كل من عايش بألمانيا بيعرف الأزمة يلي عم نمر فيها بالنسبة لموضوع السكن، إنه ما عم نلاقي سكن. يعني العالم عم تدور سنة وسنتين على سكن مشان يستأجروا، ما عم يلاقوا، ما في سكن، في ضغط كتير. اقترحوا هلأ الحكومة الألمانية هذا الاقتراح إنه بده يتنفذ، قالوا عنه إنه بده يتنفذ لأنه هذا كان من ضمن مشاريع الحزب يلي استلم هلأ جديد بألمانيا وقت اللي كان عم يرشح حال الانتخابات، عم يقول انه احنا بدنا نعمل هاي التطويرات. فبالنسبة لموضوع السكن بدهم يبنوا 350 ألف وحدة سكنية سنويا. تمام، بدهم يدعموا انه ينبنى 350 ألف وحدة سكنية سنويا، بالإضافة بدهم يعملوا 100 ألف وحدة سكنية هي الدولة رح تعملها هي. يعني 350 ألف وحدة سكنية حيعملون أول شيء، رح يدعموا الشركات ماديا وعماليا بهذا الموضوع مشان يبنوا 350 ألف وحدة سكنية للقطاع الخاص، وبالإضافة الدولة هي لحالها راح تعمل 100 ألف وحدة سكنية للدولة تابعة. هي بقى بتصير بقى يمكن إنه يصير يأجروا مثلا للموظفين الدولة، للمتقاعدين، للأمور، يعني يحلوا مشكلة يعني. تمام، فإن شاء الله بسنة 2022 راح يتخذوا هيك قرار بالنسبة لموضوع السكن ويحلوا موضوع السكن. عنا رقم ثلاثة، في مناطق بألمانيا الانترنت فيها كتير ضعيف، الشبكات هنيك ضعيفة وخدمة الانترنت كتير ضعيفة، فقرروا كمان يعملوا تحسين لخدمات الانترنت وتوسيع الشبكات بألمانيا بحيث انه يوصل الانترنت لكل مكان بألمانيا. هلا في بعض الاماكن بالضواحي مثلا او في اماكن بتبقى شوي منعزله بيبقى النت فيها كثير ضعيف، يعني ما في خدمه انترنت قليله. تمام، فهذا الموضوع كمان ب 2022 راح يحلوه ان شاء الله ويوسعوا شبكات الانترنت. هلا عندنا رقم أربعة، كلنا بنعرف انه الحزب الجديد اللي هو الاس بي دي قبل ما يرشح الانتخابات كان عم ياكد وكثير عم يصر على قصه موضوع الاوتوبان. الاوتوبان، السرعة بالاوتوبان مفتوحة. تمام، الاوتوبان السرعة فيه مفتوحة، فهذا الحزب عم يركز انه بده يحصر سرعة الاوتوبان
130 حصرا، يعني السيارة ما بتحسن تمشي فوق ال 130 على الطريق السريع. فهذا الموضوع كمان كتير عم ركز عليه، انه بدهم يتخذوا قرار انه تصير عواد ما تكون السرعة على الطرق السريعة طرق انه تكون مفتوحة، لا بدهم يعملوها السرعة 130. يتقيد بهذا الموضوع، هذا موضوع انطرح لسه ما توافق عليه، موضوع انطرح لانه في ناس بالحزب عم تقول ما بدهم، يعني هذا موضوع، يعني بأحزاب تانية عم يقولوا انه ما بدنا، يعني هذا موضوع مو ظابط. ليش؟ شو الفكرة من انه ما بدهم هيك؟ هلا كلياتنا بنعرف يعني ألمانيا دولة مصنعة ممتازة للسيارات السريعة، عنا BMW، عنا مرسيدس، عنا بورش، عنا يعني في كتير، في أوبل، في كتير أودي، في كتير سيارات بألمانيا تتصنع، وهي السيارات بيوصل فيها أحيانا السرعة لل 350 ولل 400. فهن فكرتهم إنه نحنا دولة مصنعة للسيارات السريعة، تمام؟ طب نحنا وقت بدي يشتري نحنا الزلمة من عنا السيارة، طب كيف بدي اجربها للسيارة؟ كيف بدي استمتع بسواقتها؟ كيف بدي انبسط انه راكب سيارة دافع حقها 200 300 ألف يورو ولا نص مليون يورو؟ فنحن اذا حصرناه وقلنا له انه اخي على الاوتوبان انت ما بتحسن تمشي فوق ال 130، رح يصير في مشاكل، رح يصير في مخالفات كتير، رح يصير في مشاكل يعني. فهو كيف بدي اجرب سيارته؟ وين بدي اجرب سيارته؟ يعني هلا بيشتري سيارة مثلا سرعتها بتوصل 400، وين بدي اجربها؟ بالمدينة أو بده يطلع على الأوتوبان طريق قدامه مفتوح بحر بيمشي 130 بس؟ ما بيمشي الحال. فهن هي الفكرة اللي عم يقول لك إنه نحن بلد مصنع على السيارات السريعة، فكيف نحن بنجي بنقول على الأوتوبان ممنوع إنك تمشي فوق 130؟ خلص أوتوبان أوتوبان، طلع افتح له جرب سيارتك وشوف القدرة تبعها. فهي الفكرة اللي هن مختلفين عليها. فهذا الموضوع إن شاء الله كمان رح يبتوا فيه ب 2022 بنعرف إن شاء الله. بنجي لأول نقطة من موضوع اللاجئين، انه في ثلاث نقاط او اربع نقاط عن اللاجئين راح احكي فيهم بهذا الفيديو. راح احكي هلا على اول نقطه بالنسبه لموضوع الجوب سنتر. الحكومه عم تقترح انهم يغيروا المصطلح تبع الهاتسفية، تمام، اللي هو تبع المساعدات اللي بتتاخذ من الجوب سنتر. بدهم يغيروها، انه عم يقولوا انه هي الكلمه فيها شويه انه اساءه لحقوق الانسان او لكرامه الانسان، من الهاتسفير، من البطالة أو يعني إنه مساعدات أو كذا. فبدهم يغيروا هاي الكلمة من كلمة هاتسفير لبورغرجيلد، تمام، لأموال الشعب مثلا، تمام، أو أموال المواطن بورغرجيلد. فبدهم يغيروا كلمة هاتسفير لكلمة بورغرجيلد، لأنه عم يقولوا لك إنه هاي النقطة كتير مهمة، انه المواطن وقت اجي عم تعطيه انت عم تقول له انت مثلا عم تعطيه انه مساعده ولا عم تعطيه انه هي شوي بتحس بكرامه الانسان. شوفوا لوين عم يفكروا، يعني شوفوا لوين التفكير واصل فيهم يعني. تمام. بالاضافه رح يصير يلغوا قصه موضوع الوراء، انه تصير انت تروح على الجوب سنتر تقدم طلب وتعبي الطلب ويصير في تعقيدات واستنى بوست واستنى ما بعرف شو. بدهم يغيروا هذا الموضوع وبدهم يساووه الكترونيا، يعني بده يصير انت بدك تقدم طلب بالجوب سنتر، بتفوت على موقعهم وين انت مدينتك، بتفتح على الموقع، بتعبي الطلب، بتارسل لهم اياه، خلال يومين ثلاثه بيردوا لك خبر بينهوا لك القصه كلياتها. لا روح ولا تعال ولا وجع راسك ولا هي غلط وهي خلص، بتفوت بتعبي الطلب بالانترنت، بتبعت لهم اياه عن طريق الانترنت وخلصت السيره. يعني هن بدهم يحاولوا قدر الامكان يريحوا الناس وبنفس الوقت يريحوا حالهم. بالاضافه مثل ما كنتم شايفين كورونا، الله يرفع البلاء عنا ان شاء الله وعن الجميع، انه بدهم يحاولوا ما يصير في كونتاكت كتير بين البشر بهالدوائر الحكوميه يعني. تمام. فهي التسهيل حيسهلوه ان شاء الله، والتغيير حيغيروه من الاسم من المساعدات الى اموال المواطنين. رح نحكي عن رقم 6 واللي هو هذا كمان نعتبره كمان الموضوع الثاني اللي بهم اللاجئين وكتير مهم للاجئين. شعار الحكومة الجديدة الـ SPD اللي هو Sicherheit und Freiheit، الحرية والأمان. هذا الشعار الجديد تبع الحكومة. كيف يعني هذا بدهم ينفذوا هذا الشيء؟ عم يقولوا لك بالنسبة لموضوع اللاجئين اللي اجوا على ألمانيا وقدموا طلبات،
في شيء اخذ ديلدونج اللي بيجي عليها خط احمر انه هي اقامه بس مع الترحيل بده يترحل، وفي شيء اخذ اوس فايس اللي هي بيعطوه اياها 6 شهور بيجددها كل 6 شهور، وفي ناس ما انبت بامرها لهلا قاعده ومو عارفانه مصيرها شو هو. هلا لا، هلا الحكومه عم تقول لك نحن في نظام جديد، نحن لازم ما نقيد هالناس، هي يا نعطيهم اقامات يا نقول لهم الله معكم، واحدة من التنتين، يا هي يا هي، تمام. فاللي حيصير شو هو، انه يلي معه مثل ما قلت لكم ديلدونغ اوز فايس اموره مو معروفه لسه شو هو، اموره متعلقه، شو حيساوي؟ رح يجيبوه، تعال انت بيجي مثلا شو معك، معي ديلدونغ، اوكي شو عملت انت بهالفتره اللي قاعده، مثلا صار لك انت معك ديلدونغ، معك صار لك سنه قاعد بالمانيا، شو عملت؟ والله عملت لغه، جبت البيتس فايت سي اينس اللي هو عم بعمل اوس بيلدونغ مثلا، تمام، عم بعمل اوس بيلدونغ مثلا، ملاقي عقد عمل، عم بشتغل لحالي، صرت عم بصرف على حالي، ما عم باخذ مساعدات من الدوله. فهن بيطلعوا انك انت مأنجز، وقت يطلعوا انك انت انجزت هون رح ينبت بامرك ورح يتساهلوا ورح يكون في تعاون بهذا الموضوع، انه اذا انت مأنتج بالمانيا ليش لحتى ما انك تاخذ، ليش لحتى ما تاخذ اقامه؟ خلص رح يبثوا بامرك وينهوا الموضوع فورا. يعني هن بهي الطريقة شو بيكون عم يساوي؟ بيكون انه عم يخلصوا من تراكم شغل عندهم ومعاملات موجودة على رفوف، تمام، بالاضافة انه الزلمة مقيدينه مو عارفان شو بده يساوي، قاعد رح يرحلوه رح يخلوه رح يعطوه اقامة ما رح يعطوه اقامة، مو عارفان راسم رجلية الزلمة. فوقت حيشوفوه انه مأنتج وعامل شغلات حلوة واخذ لغة وعنده اوس بيلدونغ او عم يشتغل او عم يصرف على حاله ومؤسس اموره وكله تمام، بس ناقصه الاقامة، تعمه بيعطوه اقامة وخلصت. بالإضافة للناس يلي عليها ترحيل بيجيبوه، شو عامل؟ والله ما لي عامل شيء. شو حاكي؟ شو عم بتحكي لغة؟ لا والله ما هسه ما جبت غير الأعينز. شو عم تشتغل؟ ما في شيء، عم باخذ جوب سنتر. انت من جماعة اللي بدي نام، انا اللي ضلني قاعد بالبيت بس عم يجيني راتبي واكلي وشربي وخلص، ما بيأثر، اعطيتوني ولا ما اعطيتوني اقامة. هون بده يبتوا بأمره كمان، يا بيعطوا اقامة يا بيقولوا له الله معك، يعني واحدة من هالتنتين، يعني في خيار يا ايه يا لا، تمام. فهذا الموضوع رح ينهو هذا الصراع تبع الانتظار اللي الناس بتقعد مقيدة معرفانة مصيرها شو هو، رح ينهو هذا الشيء بإذن الله، انه بدهم يسرعوا هاي الأمور كلياتها ويخلصوا من هالتعقيدات اللي عندهم. يعني هلا كلمة مثلا عليه ترحيل، تمام، حيجيبوه، عليك ترحيل، تمام، وكدير حيرحلوه، ما عاد فيه، يعني بدهم ينهو القصة، تمام. طبعا في أسباب هن بياخدوا فيها بشوفوها، عشان ما ناس اللي هلا انه لا عمي ما في ترحيل بألمانيا، في أسباب، في حالات ممكن تكون حالات بدها انه لا ما بصير يترحل، هاي رح يدرسوها وينهوها، تمام. فهذا الشيء رح يكون كمان ايجابي ان شاء الله بالنسبه للاجئين، تمام. عنا النقطه رقم 7 واللي هي كتير حلوه وكتير ممتازه لنا كلياتنا، مو بس للاجئين، للالمان وللاجئين ولكل الناس يلي موجوده بالمانيا. رفع الحد الادنى للاجور من الساعه. يعني هلا بالمانيا الحد الادنى لسعر الساعه 9 يورو 65 سنت، تمام. هاد الحزب تبع الاس بي دي من قبل ما يستلم عم يقول وعم ياكد انه هو بس يستلم بده ينفذ هذا القرار فورا، تمام، اللي هو رفع الحد الادنى للاجور من 9 يورو 65 سنت ل 12 يورو. يعني حيصير الحد الادنى لاجار الساعه بالمانيا 12 يورو. بتروح انت بتعمل عقد مع سايت فيرما او مع ديريكت مع فيرما مثلا او كذا، بدك ساعتك بحطوا لك اياها 12 يورو فورا. هذا القرار ب 2022 ان شاء الله راح يتنفذ، لانه هذا القرار قالوا انه نحن حننفذه وهذا في توافق عليه، يعني في بعض الاحزاب موافقين انه ما في عندهم اي مشكله. فان شاء الله راح يرتفع الحد الادنى من الاجور للساعه من 9 يورو 65 سنت ل 12 يورو ان شاء الله. هاي شغلة. شغلة تانية، الميني جوب. كل مين بيعرف الميني جوب هون بألمانيا، وقت الواحد بيعمل عقد ميني جوب بيكون 450 يورو، تمام. 450 يورو ما بتدفع عليهم ضرائب، هدول ما في عليهم ضرائب. إذا انت أخذت فوق 450 يورو صار بقى انت بدك تدفع ضرائب. هلأ لا، هلأ رح يرفعوا من 450 يورو الحد الأدنى للميني جوب، بدهم يرفعوا لل 520. يعني هلا كل مين بيعمل عقد ميني جوب، تمام، بيحق له لحد ال 520 يورو ياخذ بدون ما يدفع ضرائب على
هذا المبلغ. تمام، كمان هي شغلة كتير حلوة بالنسبة لموضوع العمالة والناس اللي عم تشتغل بألمانيا. عنا رقم 8، كان في تساؤلات بالبرلمان انه بدهم يفرضوا ضريبة على الأغنياء، كل مين معه أموال بدهم يفرضوا عليه ضريبة إضافية لأنه معه أموال كتير فلازم يرفع ضريبة أكتر. تمام، اللي كانوا عم يسموه هن فالموغن شتويا. تمام، فالموغن شتويا هاي انه كانوا ضريبة بدهم يفرضوها على الأغنياء. هلأ قرروا انه نحنا ما لازم نفرض هذا الفرض على الأغنياء، هن أغنياء أموالهم عم يشتغلوا عم يعملوا عم يرفعوا الضرائب النظامية تبعهم، فنحنا يعني ليش نفرض هذا الموضوع عليهم. فهذا الموضوع كمان بدهم يتخذوه بسنة 22 انه يا بدهم يلغوه يا بدهم يسكتوا عليه، بس الأغلب عم يقولوا انه بدهم يلغوه، يعني مقترح انه بس ما له محبب. يعني عنا رقم 9 واللي هو قبل الأخير، قبل آخر نقطة رح نحكي عنها مهمة. عنا بالنسبة لموضوع الجنسية الألمانية، كل مين بده يحصل على الجنسية الألمانية، كلها احنا بنعرف هي شو هي شروط الجنسية الألمانية، انه لازم يكون في معك مستوى لغة B1، ولازم يكون في عندك السياسي، ولازم يكون في عندك 8 سنين، وحسب طبعا كل حالة في إلى شيء، في شيء لآخر 3 سنين، في شيء لآخر سنة سنتين، كل حالة إلى 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 وضعها يعني. فهلا اللي كان بده ياخذ جنسيه بالمانيا كان لازم يكون صار له 8 سنين، يكون في عنده B1، يكون في عنده عقد عمل، يكون في عنده كتير شغلات لحتى انه يحصل على الجنسيه الالمانيه. هلا لا، في مقترح انه بدهم يخفضوا هي الشروط تبع الجنسيه الالمانيه من 8 سنين ل 5 سنين، يعني بصير واحد 5 سنين، بعد 5 سنين بيجيب مثلا، وممكن يتهاونوا بموضوع، بس موضوع الشروط ما بظن يتهاونوا غير انه بالمده، لانه الشروط الثانيه طبيعيه، B1 شهاده لغه B1 بالاضافه لامتحان السياسي، وبالاضافه اذا انت كنت عم تشتغل يكون في عندك عمل، وفي حالات مثل ما قلت لكم اللي عنده اقامه سنه لازم يكون صار له 5 سنين مشتغل بعدين بيحسن يقدم، يعني مهم اي شغلات. فانا بدهم يخفضوها من 8 سنين بشكل عام ل 5 سنين. فهذا القرار ان شاء الله كمان بنعرفه بسنه 2022 اذا الله احيانا. عن القرار الاخير واللي هو ان شاء الله ختامها مسك، بالنسبة لموضوع كمان اللاجئين، كمان رح يطلعوا بقرار جديد انه يصير في تسريع لإجراءات اللجوء بألمانيا. يعني الناس كانت تفوت على ألمانيا تقدم طلب اللجوء، تمام، وينام طلب اللجوء، ينام ما بتعرف 6 شهور سنة 3 شهور شهرين، ما بتعرف انت شو مصيرك، يعني بتقعد وينام القصة. لا، هلأ بدهم يخلصوا من هالسيرة، كمان بدهم يسرعوا إجراءات اللجوء. يفوت الواحد بيقدم طلب، خلال شهر شهرين يكون مدروس طلبه، أخذين بالأسباب، خلصين، عاطين قرار يا إيه يا لا. هاي نقطة. نقطة تانية، أمور لم الشمل، كل مين عنده أمور لم شمل، كمان كلنا نعرف أمور شمل كانت تاخد سنة 6 شهور حسب كل واحد هو وضعه وظرفه. تمام، هلأ كمان رح يصير تسريع بأمور لم الشمل إن شاء الله. تمام، فهن عم يحاولوا انهم الاخطاء اللي كانت موجوده هلا يتداركوها، لانه شافوا الاخطاء وهلا بدهم يتداركوا هاي الاخطاء كلياتها عشان يخلصوا من يعني من من مشكله، يعني يطلعوا يتجاوزوا المشكله. مثل ما احنا شايفين الدنيا كل ما عم بتصير صعبه، فالله يفرجها عليكم وعلينا وعلى امه لا اله الا الله محمد رسول الله وعلى امه جميعا ان شاء الله. ان شاء الله اكون فدتكم بهذا الموضوع، سامحوني اني طولت، بس شفتوا انتو كثير مختصر، انا اختصرت كثير يعني، بس هي امور حبيت لكم اياها مشان تعرفوا شو عم بيصير بالدنيا هون ان شاء الله. بتشكركم لحسن المتابعه، لا تنسونا من الاشتراك وتعملونا لايك وتشاركوا الفيديو. بتشكركم والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.